مباراة نادي صفاقس الرياضي والهلال السوداني مباراة الذهاب الدور الثاني من كأس العرب للأندية الأبطال المؤهلة إلى دور المجموعات لكي تشاهد المباراة ما عليك فضل الضاد بسرطة وشراب ملعب الذي سوف يستقبل المباراة ملعب صطاد وليد بلحمادي العقل ببيراديس بي توقيت المباراة سوف يكون في الساعة السادسة مساء بتوقيت تونس والمغرب والجزائر والساعة السابعة بتوقيت القاهرة والساعة الثامنة مساء بتوقيت قطر والسعودي والامارات اما بالنسبه للقنوات الناقله المباراة قنوات الكاس القطريه والرياضيه السعوديه الناقل الحصري المباراه نتمنى لكم فرصه ممتعه لا تنسوا دعمنا في بقناة على القناه وتفعيل الخاص لكل لكي توصل دائما مواعيد وتفاصيل المباريات القويه والمقبله ونضرب لكم مواعيد في موعد قادم